يقول: مر معنا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد لبس حلقة من صفر سأله: ما هذا؟ يقول: هل سؤاله هنا سؤال استفهام أم إنكار؟ بمعنى أننا قبل أن إذا رأينا من لبس التميمة نسأله. نعم، هذا سؤال استنكار، سؤال استنكار. ما هذا؟ استنكار. لماذا تعلق هذه الحلقة؟ نعم.